هلو كل مشاهدينا اللي عم بتابعوا حلقة ميك اوفر لليوم. مثل ما سبق وقلت لكم معنا الهير اكسبرت جورج مطر بحلقتنا. هاي جورج، كيفك؟ خبرت المشاهدين عن شو المشكلة الأساسية بشعرها لجوانا، هي أصلاً شعرها أسود، صح. وصلت لعنا شعرها أورانج، صح. وبلشت أكيد أنت تحضر للبعض. جوانا كان شعرها مثل ما حكيت أسود، تصبو كل الأوقات يضرب البيجمون تبع شعرها بيضرب على أورانج، وصلت لعنا شعرها كتير كان على أورانج وكذا لون، والطرف تبعه كتير تعبان. عملنا لها الباز، نحن شو عملنا؟ شلنا اللون الاورنج، عملنا لون باز مثل ما شايفينه هلا، شوي غامق على قش غامق على صدري. وهلا هالطريقه اكيد بنشيل الاحمرار والالوان اللي لنشيل كل شيء، لنشيل كل شيء محمر وكل شيء ضارب على اورنج، فيرجلش كل الباز على لون واحد مثل ما شايفين. وهلا باللون رح نعمل، من بعد ما خلصنا الباز طبقنا الباز، رح نعمل لو لايتس من فوق مثل ما شايفين وجهها لجوانا شوي سمرا، يعني وجهها اسمر، فما فينا كثير نفتح لها وجهها من فوق. حنعمل لو لايت سكريم من فوق ونعمل امبري من تحت على افتح، اكيد من بعد ما بنعمل كوك امبري من تحت بصير عندنا انه اللون شوي مضوى من فوق، بضوي لها وجهها بطريقه كثير ناعمه، ومن تحت الافتح بصير ابعد عن وجهها، بيعطي حركه لكل شعرها، كان ما يعطي بلوك على لون واحد. مزبوط، هيك بتنبسط هي باللون الفاتح بطريقة يعني بتلبق على وجهها، بتلبق لها بطريقة سلسة، هي اللي هيك تفوت بالشعر من دون بكون براتيك مع اللون، ما بيكون كثير فاتح، غير انه ما بيفرق كثير فاتح على وجهها لانه هي سمراء، ما بيكون ما بتضطر يعني كل جمعتين ثلاثة يكون راسينا كثير فاتحة لتصبح اكزاكتلي حرام، بتكون سكري ناتورال من فوق والافتح على الواطي. وبالنسبة رح نعمل الكوب، ما حكينا عم نشوف على الهواء لون شعرها الأساس، مش الأساس، لون شعرك قبل ما قبل ما نعمل الباز المضبوط اللي كيف كان مايل على أورانج. إجمالا جورج كل الستات بالمنطقة يعني أكثريتنا نحن لون شعرنا الباز تبعه بتميل على البيجمان الكويفري، كل الستات صح، كل الستات مش بس عنا بلبنان، كل الخليج والدول العربية تقريبا البيجمان تبع شعراتهم بتضرب على أورانج، قليل كثير بيبقى بازو على صندري بتضرب، كان من هيك بس فيها المشكلة على طول عن كل العالم اللي بحبوا الألوان القاش. هلا يمكن هيدا الشيء حلو لحدا يكون كثير أبيض وجه أبيض مش للأسود، بس على طول اللي بده يفتح ويعمل على باز صندري بصير فين عندهم المشكلة، حتى للسمرة بس بتكون عن جد برونزي، بتكون يمكن ما بيلبق لها ساعتها هيك المايل على أورانج شوي أو عميال. بلا لا في أنا في ما عم نحكي نحن الأورانج، في وجاه بيلبق لهم، في وجاه بيبقى عندهم نمش بوجههم الروس، يعني بتعمل هالكونتراست إيه عندها كونتراست في لا أكيد في عالم كثير بيلبق لهم، بس مثل هون عندنا جوانا وجهها أسمر، يعني العميال أكثر بضوي لها وجهها بطريقة ناعمة أكثر. وهلا بلشنا بالقص، هلا بلشنا بالقص، رح نعمل مثل ما قلنا جوانا ما رح كثير نقصر لها لأنه شعرها طويل، ولا اللون بدنا نعمله شو يضل طويل الشعر أحلى كرمال الامبري يعطي الموفمون تبع اللون مضبوط. حنعمل بالكوب نحن مثل ما شايفين هي هيك ما في موفور من قدام، حنعمل شوية شيب غرة عشان هيك مثل ما هي، على بدنا نقصرها شوي تعطي شوية ديغراديسيون على وجهها مع شوية ديغرادي من هون، حتى كمان بالامبري بيطلع اللون احلى. بدنا نعمل شوية فوليوم من فوق ما كثير كمان لانه بيطول لها وجهها، يعني حيكون الفوليوم هيك برم شوي ليبرم شوي وجهها من هون واللونجر طويل، فما رح نقصر كثير من الطول، رح نعمل شوية شيب من قدام وفوليوم هيك برم على راسها تيعطيها شوية برم للوجه وضل طويل لتحت. سو مينلي هي شعرها اصلا عندها تعجيد بشعرها عالدة، ايه صح، كمان شعرها منه ليس، الكوب اللي بدنا نعملها بطريقة انه تزبط معها، اذا هي ما عملت برشينج يطلع شعرها ناتورال من بعد صح. البحر من بعد حيلا شيء، واكيد مع الامبري بيطلعوا حلوين، واكيد مع الامبري كل ما كان في طول كل ما كان احسن صح. نبلش بالقص هلا، ايه بلشنا بالكوب مين اللي نعمل البيز تظبيط اصلا تظبيط مش تظبيط مع شويه شيب من قدام دراماتيك تشينج، رح نعمل هلا البيز تبع الكوب، نرجع بعدين بعد ما نخلص اللون نعمل الديكوريشن تبع جوانا جايه من جزين على ميك اوفر فعندها كان مشوار طويل لتوصل لعنا، لازم هلا تطلع اكيد رح تكون ايه حرزاني، يعني حرزان المشوار والتعذيب اكيد هون مثل ما عم نشوف عم شيل التراف هني بدو نشيل كمان كل الاحوال عم كثير قد ما صبغه قبل وهيك كثير تعبان كثير كنت انا صراحه. هلا بس نعمل لها اكيد الامبري بشعرها والخصل تكون هيك من تحت طايره حوالي وجهها بدور وجهها اكيد، وكنا عم نحكي قبل عن الالوان اللي بتلبق لها جوانا، كنت عم بقول لها الالوان الغامقه بتلبق لها
وخلط الالوان غامقه مع بعضها والوان فاتحه، بس مش الالوان البال والباستيلات لوحدهم ابدا، ما لازم تلبسهم. كنا عم نقول انه بينزاد على كل هالبالات دو كولور الوان مثل لون الزيتي، مثل لون الموتاد، مثل لون الكوراي، مثل كل الالوان يلي الباس تبعها اصفر او وورم كولرز تكون، كرمال كمان تعمل كونتراست حلو مع الخصل الشقر حوالي وجهه. نحن سبق ونقينا التيب من محل H&M للفاينل لوك لليوم، واكيد هلا بدعي كل المشاهدات او المشاهدين اللي عبالهم يشتركوا معنا بميك اوفر، اكيد فيكم تتصلوا فينا، فيكم تتصلوا فينا على ارقام الام تي في او على الفيسبوك بيج تبع الام تي في الايف. بدك تزيح؟ لا طبعا، ومثل ما قلنا ما رح كتير نقصر بالرابط لانه هي قصه طبعا. نحن رح مثل ما كان عم بقول جورج ما رح نغير نقصر كثير بالقصه لانه ديجا بيلبق لها، بيلبق لها لجسمها لطولها، يعني ما فينا كثير نقصر كمان صح بالكوف لجسمها ولوجهها وللون اللي بدنا نعمله اكزاكتلي تبين. بس عم نعمل شويه ديجاداسيون انه هو ما فيه فورم كامل اصلا قدام، يعني عم نظبط الديجاداسيون قدام الفرنس على جنب مع الديجراديز مثل ما قلنا. وايد القصه مع الويفز اللي عندها اياهم اكيد بتكون حلوة. اكيد بتكون بتزبط اكيد، يعني حتى هي لو تركت شعراتها ما عملت باشينج فيها، بيعطوا حركه بيعطوا فوليوم وما بيطلعوا هيك بلا فول. شو جوانا؟ جوانا اول وحده ما بوصلها قصيره هلا. لا نعمل ديجراديسيون على النص اوكي كرمال يطلع مثل ما حكينا عم نضلهم ديجرادي على الوجه، واكيد نحن رح نرجع نبلش باللون هلا دغري رح نبلش باللون وبعد شوي اكيد المشاهدين بشوفوا بشوفوا اكيد اللون كيف طلع مع الهايلايت السكري اللي حكينا عنه مع الاومبري، ونرجع نعمل فاينل تاتش تبع الكوب على بعد ما بنخلص اللون والواشنج. ما شايفين شعراتهم تعبانين هلا لازم يجيبونا تمشي بتريتمون من بعد ما تخلص كل هول الالوان. اكيد كثير مهم كل ست تصبغ شعرها يعني ما تهول هيدا الشيء، خاصة هي شعرها تعبان من قبل يعني لازم تلحق بتريتمون فيها تعمل كريستال او بوتوكس جديد. هلا يعني طلع برودوي جديد بنحط على الشعر بغلف الشعر بيحميها من كل شيء، من كل شيء بينشفها كل شيء، بيعطيها رطوبة للشعر على طرفها بضل فيها حياة. مثل ما شايفين هون شوي هيك ناشف الشعر لما بدو كذا تريتمون، من بعد ما بتخلص كل اللون بحافظ لها على شعرها بغير الكواليتي، بيعطي لمعة أكثر، ما بيعطي ناشف، ما بيبين الشعر هيك، لا اكيد ما بيعركش، ما بيصير عزبها بالبيت. الشعر الهيلثي بيعطي ثقه للست، بتكون مبسوطه بحالها صح. مثل كل شيء يعني مثل كل اللوك بيكمل بعضه من الميك اب للتيب، واكيد بميك اوفر اليوم رح نكمل بكل هالتيبس لجوانا او لكم. رح نتوقف هلا مع بريك جورج، بنرجع بنشوف بنرجع مع اي ويتنس، وانا اكيد برجع سوري بعدها فاميلي، وانا برجع بشوفكم بعد شوي.